بسم الله الرحمن الرحيم، لننتقل إلى درس جديد في قواعد البيانات. هذا الدرس سوف أتحدث لك عن الريبيتر. طبعا الريبيتر هي أداة تستخدم فقط استعراضية لا أكثر، يعني لا يوجد فيها تمبليت للإيديت، تمبليت للتعريف، فقط استعراضية. نفرض أن أتصل بقاعدة بيانات، أتصل بجدول برودكت وأدق فيه هذه البيانات، أقول له نكست. الآن إيش أريد؟ أريد أن أدرج أداة الريبيتر. ريبيتر بهذا الشكل أدرجها بمن تتصل هذه، تتصل بهذا الداتا سورس. طبعا ماذا اريد افعل في الريبيتر؟ نبدا في الهيدر تمبليت. ايش اريد مثلا في الهيدر تمبليت؟ اريد اكتب تيبل اسميه فقط لاين حسب هذا الهيدر تمبليت، اقول له واضع فيه مثلا قبلها أضع مارك فقط هيدر هذا يستر داتا بعضه. هذا هيدر تمبلت. طبعا فوتر تمبلت النهاية أكتب عليه مثلا طبعا خلاص لدينا هذا لدينا فوتر. في البداية أعرض list of data، في النهاية أعرض end of data. طبعا تستطيع مثلا انتظر مشان تضع كل هذا المارك. حسنا لدينا خط بعد الاجمل. الآن أريد مثلا الـ item templates، يعني إيش هي الاستعراضية الذي البيانات التي اريد ان اعرضها في الايتم تمبلت، يعني البيانات التي اريد ان استعرضها. الايتم تمبلت هي البيانات التي معروضه كما قلنا. اي شيء مثلا عرضنا في البيانات قبل تيبل، هذا التيبل ايش فيه؟ تو روز فور رو الاول ادرج بوتون ادرج ليبل، وفي الرو الثاني ادرج ليبل، واحده منها تتصل بالبرودكت والاخرى تتصل إن هذه التكست الخاص بها. هذا هي التكست هنا يتصل. إيش نقول له؟ نقول له إيفال. إيش يتصل؟ هذا الإيفال بمن يتصل؟ يتصل على سبيل المثال نريد بالبرودكت نيم. هذه الثانية إيفال بالبرودكت ديتيلز. إيزي جست، يعني فقط نقول له يابا هذا يتصل بالبرودكت ديتيلز. حسنا برودكت نيم برودكت ديتيلز. إذن لدينا تيبل فيه تو روز، الرو الأول اسم البرودكت، الرو الثاني ديتيلز عن البرودكت. الآن لننفذ ونرى ماذا حدث في صفحة الريبيتر. طبعا هذا الريبيتر ريست اوف داتا، كل داتا تو راوس. طبعا بيانات هي تجد فرق بين بيانات بيانات، لأني لم أضع لم أفصل بيانات عن بعضها. الآن سوف تعرفك الآن هذه الآن دازات بيانات في قصف واحد، يعني أنا في رو الآن أتوقع أنا استعدت. الآن كل آيفون مثلا product name آيفون، إذا أسمي ذات تريد مثلا توضح تقول له مثلا product name زائد نقول له ان فقط جمالية اكثر. الان في الاستعراض سويت لك product name اسم البرودكت product details هذا. الان مثلا اريد منا اي مثلا مرة يعرض لي product و details خاصة بي، ومرة يعرض لي فقط اسم البرودكت. فقط نضع alternative id templates وهذا الثاني template ادرج في نفس التيبل، وأريد أن أعرض فقط
قطع عرض البرودكت نيم، يعني اول مره سوف يعرض لي هيلو ايرد ايتم تمبلت ثم اتريتف، يعني برودكت اقول له مثلا اتريتف برودكت ايتم تمبلت وهنا حتى تفهمها، وهنا ايتم تمبلت. الان لو رتبناه لو ترى يقول لك ايتم تمبلت عرض لك برودكت نيم هذا اسم البرودكت هذه تصل نوضع ايش اجى على الاتريتف ايتم تمبلت برودكت نيم هذا، ثم اجى ايتم تمبلت هذا البرودكت نيم هذه تصل، ثم اجى ايش اتريتف، يعني اتريتف ايتم تمبلت وايتم تمبلت كل مره يتنفذ واحد، اول مره على اول ايتم هذا على الثاني ايتم ثالث ايتم رابع ايتم، يعني اول ايتم على هذا الشكل ثاني ايتم على هذا الشكل، وتستمر العمليه الى اخر ايتمز لدينا في الداتا سورس. طبعا انا اكون لحد الان غطيت لك اكبر اجزاء، ابقى جزء واحد هو كيف اجعل هايلايتنج لا يختلف عن اخوتي، ندرج كلاس سي اس اس نضع فيه two classes holder hold on and hold on helper multi background color. هنا ايش اجي بال item template table حطه في دل واسمي class مثلا اهيت على طب كل ما يقع على اي راوي يضل الياء بالضبط. ليش الاتريتف ما ظلله؟ ليش لما اقف على الاتريتف ما يظلله؟ لماذا؟ تعرف؟ لاني انا فقط واضع الدبلل فقط اتم تمبلت، لما اضع دبلل الاتريتف. يجب للاتريتف ايضا احط التمبلت. الان سوف يعمل عند الاتريتف ايضا، ليس فقط عند الاتم تمبلت. ترى؟ اذا هذه الداتا ليست هي عباره عن الريبيتر، عبارة عن مجرد أداة استعراضية لا أكثر، لكنها فقط استعراضية لا تحتوي على تمبليت فور الإيديت والتعديل والإيديت والأبديت وغيرها.